الكتاب يقول بأن كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين. هناك أطفال السرطان عافانا الله وإياكم المسلمين يحتاجون إلى نوع خاص من الغذاء بعد الجرعة الكيماوية التي يعطونها، وهذا الغذاء مشتمل على ماذا؟ فواكه، لبن، موز وما أشبه ذلك. فهذا الحكم في هذه المسألة يجري على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والجمهور. الجمهور رحمهم الله يقولون لا يجزئ في كفارة اليمين القيمة، بل لا بد من الإطعام كما نص عليه ربنا في القرآن، فإطعام 10 مساكين. ويقولون العدد مقصود، لا بد أن يكون 10، فما يجزئ إخراج القيمة، وما يجزئ أن يعطى هذا الطعام له مسكين واحد أو مسكينين أو 3 أو 5، بل لا بد من 10. قالوا العدد مقصود، وهكذا في سائر الكفارات. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد وسع فقال يجزئ إخراج القيمة. وعلى هذا الفتوى في زماننا بأن القيمة مجزئة في كفارة اليمين، القيمة مجزئة في فدية الإفطار في رمضان للشيخ الكبير والمريض الزمن، والقيمة مجزئة كذلك في زكاة الفطر، مثلما أن القيمة مجزئة في الديات. الدية الآن ما تدفع بالإبل صحيح، وإنما تعطى نقودا. ويقولون بأن يجزئ أن تدفع لأقل من 10، يعني لو أنك دفعتها لواحد فإنها مجزئة، وعلى هذا فإنه يجزئ أن تدفع للقائمين على رعاية مرضى السرطان ولو ذهبت تلك الكفارة كلها لواحد، لأنه ما في شك بأن إنقاذ يعني هذا الواحد وتغذيته بالغذاء الجيد داخل في قول ربنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.